لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من طهران السيد أحمد يان الكاتب والمحلل السياسي، ومن لندن عبر سكايب السيد حسن راضي الخبير في الشؤون الإيرانية. مرحبا بكم معنا في هذه الجولة. أبدأ من طهران معك سيد أحمد، ما الذي يترتب فعلا على انتهاء هذا الحظر الأممي على الأسلحة والذي كان مفروضا على طهران؟ عمليا بات بإمكان طهران الآن الذهاب والمضي لشراء الأسلحة، لكن هل هي قادرة على فعل ذلك فعلا؟ مساء الخير. طبعا إيران هو انتصار طبعا رمزي على الولايات المتحدة وسياستها الأحادية وعقوباتها القصوى ضد إيران وحملتها المستمرة إلى اليوم ضد إيران وأحاديتها تجاه إيران. هذا جانب من الأمر. الجانب الآخر وهو الجانب المادي الذي أشرت إليه هو أن إيران بمقدورها اليوم وفق القرار الذي انتهى مفعوله وفق الاتفاق النووي مقدورها أن تبتاع وأن تبيع السلاح. بتقدير إيران ستظهر على الأقل لتظهر للولايات المتحدة فشل سياستها، ستحاول ابتياع بعضا من السلاح ربما مقاتلات، لأنه قياسا بجاراتها إيران قوتها الجوية ضعيفة جدا. لكن بتقديري أن إيران لن تركز على ابتياع الكثير من السلاح أو شرائه، بل ستحاول بيع السلاح، ولديها منظومات دفاعية وطبعا تقنية عسكرية في العقد الأخير نمت كثيرا في ظل التهديدات الأمريكية، وهناك الكثير من الدول المعاقبة من الولايات المتحدة تشكل إمكانية لبيع إيران السلاح لها. لكن سيد أحمد، حين يقول بيان وزارة الخارجية الإيرانية بأنه، وهنا أقتبس، بأن عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية، ولا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية في عقيدة الدفاع الإيرانية، ألا يعكس هذا توجها لدى طهران لعدم المضي نحو شراء الأسلحة فعلا؟ طبعا لاحظ أن التقليد في العقيدة الدفاعية الإيرانية بالفعل، يعني قبل فرض هذه العقوبات راجع شراء إيران للسلاح كم كان الحجم، تقريبا لا شيء قياسا بجاراتها. إيران لا تشتري كثيرا من السلاح، بل تحاول أن تبني قدراتها الدفاعية محليا لكي لا تواجه بعقوبات عندما تحتاج لسلاح، كما كان الحال في الثمانينات في حربها أمام والعراق آنذاك. لم يبعها أحد سلاحا لمواجهة التهديد الباليستي العراقي مثلا. بعد ذلك ركزت إيران على بناء قدراتها في الداخل، وبالفعل أعتقد أن ذلك التقليد لن يتغير. اليوم أغلب قدرات إيران الدفاعية تنتج في الداخل، لذلك أقول البيع ربما أكثر تركيزا، إيران ستكون أكثر تركيزا على البيع منه الشراء للسلاح. ما رأيك سيد حسن، ما تبعات أنه قرار حظر الأسلحة ما عاد قائما وموجودا الآن؟ هل إيران فعلا قادرة على الذهاب لتطوير قدراتها العسكرية؟ تحياتي. طبعا لا ننسى أنه يعني رغم رفع الحظر للسلاح أو انتهاء حظر السلاح على إيران، ما زالت إيران لا تستطيع ولن تستطيع بيع أو شراء السلاح بسبب العقوبات الأمريكية، وأيضا هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا من جهة، وأيضا التحالفات العميقة والقوية دول الجوار ودول المنطقة بل دول العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كل الشركات وكل البنوك وكل الدول تأخذ مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار، ولا تريد أن تتعرض إلى عقوبات أمريكية أو تخسر علاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من أجل إيران. إيران الدولة الفاشلة، دولة المعزولة، لا تستطيع أصلا حتى إعطاء لقمة العيش لمواطنيها، لا تستطيع أي دولة، حتى الصين أنا أعتقد هي من أقرب حلفاء إيران، هي لن تدخل يعني بيع السلاح إلى إيران، لأنه لا تريد أن تخسر حلفائها في المنطقة، وحتى علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أمريكا هي أكثر بكثير يعني مع إيران، وهي لا تريد أنه بهذا السلاح التي تريد بيعها مثلا على إيران، إيران تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي يؤثر على شراء النفط من المنطقة إلى الصين. لذلك أنا أعتقد هنا يعني ومن موضوع الآخر وهو إيران هل تستطيع بيع السلاح؟ أنا أعتقد لا تستطيع، لأن أولا
كما قلت، إذا أي دولة تريد شراء السلاح من يعني من الأفضل تشتري من أمريكا، من الصين، من روسيا، من الدول المتطورة، وليس من دولة مثل إيران التي مثلا رمت أو يعني غلف رمت يعني عشرات الصواريخ على القاعدة الأمريكية في العراق في العام الماضي. ويعني يعني شاهد العالم يعني الفضائح في الصواريخ الإيرانية التي معظمها سقطت في مدينة كرمانشاه وفي القرى المجاورة وفي الأراضي العراقية عن بعد 200 كيلومتر و100 كيلومتر، وحتى بعضها لم تنفجر، وحتى يعني رغم عشرات الصواريخ التي أطلقتها إيران يعني بعلم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، حتى قطة لم تصاب. هذه الأسلحة الإيرانية حقيقة والتكنولوجيا الإيرانية المتأخرة، يعني لا يعني لا أعتقد أن هناك دولة يعني تريد تشتري من إيران سلاح. ثم أيضا إيران تعطي السلاح الموجود لديها او يعني القديم المتهالك للميليشيات في المنطقه، الميليشيات في العراق وفي سوريا وفي لبنان، من اجل زعزعه وامن واستقرار المنطقه. وايران لا تبيع هذا السلاح، بل هي تعطيه للميليشيات التابعه لها من اجل يعني زعزعه امن واستقرار المنطقه في اطار مشروعها التوسعي، وايضا تعطي الاموال والتدريب الى الميليشيات يعني ايضا بالاضافه الى السلاح يعني التي تقدمها لتلك الميليشيات. ما رايك سيد احمد؟ قلت بانه ايران خلال المرحله المقبله ستمضي الى تطوير قدراتها العسكريه الداخليه والى توريد وبيع بعض الاسلحه، لكن من رد على هذا التساؤل بانه من سيكون فعلا من الدول المحيطه او غيرها معنيا بشراء هذا السلاح الايراني، والمغامره بامكانيه فرض عقوبات امريكيه عليه والدخول بتوتر مع واشنطن، ناهيك عن التساؤلات كذلك حول مدى تطور وكفاءه هذه الاسلحه الايرانيه. لاحظ أنه أولا أنه هناك الآن حاليا ونحن نتكلم 27 دولة تحت العقوبات الأمريكية، هذا سوق إمكانية لإيران أن تصدر له سلاحها. النقطة الثانية أنه لاحظ الدول التي تبتاع اليوم النفط والغاز الإيراني دون الإعلان هي الذي أيضا ستوجد دول تحتاج السلاح الإيراني وتشتريه دون الإعلان. النقطة الثالثة أنه المنظومات الدفاع التي أسقطت المسيرة الأمريكية الأكثر تطورا في العالم، نتكلم عن المنظومة 373، هي على لائحة المنظومات الدفاعية الأكثر تطورا. النقطة الثالثة الرابعة عفوا، قائد وحدة الصواريخ البالستية الإسرائيلي قال أرفع القبعة لبرنامج إيران البالستي ولصناعه، يعني الأعداء إيران يقولون بأن إيران قوية في صناعاتها الدفاعية، وذلك لسبب أن إيران ركزت على هذه الصناعة وأظهرت في الماضي أنه أينما تركز تتطور. والسلاح اليوم المنظومة الصناعة الدفاعية الإيرانية متطورة جدا، تكاد تكون الأكثر تطورا بين الصناعات الإيرانية. لذلك أتوقع أن تأتي دولا لن تبيعها الولايات المتحدة والدول الغربية السلاح، تأتي لإيران لابتياع منظوماتها الدفاعية خرداد أو 373 أو تقنية المسيرات. إيران الآن من الدول الرائدة في تقنية طبعا المسيرات، ذلك أيضا يشكل تقنية يمكن أن يعني تأتي دولا لابتياعها. لذلك هناك صناعات أعتقد أنها تشكل بابا لإيران للمضي قدما في تحديها للعقوبات الأحادية الأمريكية، وبالتالي يعني العمل مع الدول الأخرى تجاريا واقتصاديا. ما رأيك في ذلك سيد حسن، بأن هناك سوق من المعاقبين أمريكيا لنقل يشكل فرصة لطهران، وبأن طهران بالرغم من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها طيلة الفترة الماضية لأنها أفلحت بنسج بعض العلاقات والإبقاء على ما تستطيع إبقاؤه من على سبيل المثال توريد النفط، فبالتالي الأمر قد ينسحب أيضا على موضوع السلاح. ما ردك على ذلك؟
طبعا في عدة نقاط. أولا إيران كما قلت أنه يعني الصواريخ التي تدعي أنها صواريخ من إنتاجها هي نوعان. النوع الأول هو طبعا الذي يعرضه التلفزيون الإيراني ويتبجح به هو فوتوشوب، يعني وهذه فضائح كشف عنها في العديد من المناسبات التي عرضت صواريخ أو طائرات مسيرة كلها فوتوشوب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه يعني حتى الصواريخ هي صواريخ من كوريا الشمالية وصواريخ روسية وصينية، وإيران تقوم يعني بتلوينها ورسم علم إيران عليها، وبالتالي تدعي أنها صواريخ إيرانية يعني وتضع لها أسماء إيرانية. كل ما لديها إيران صحيح أنه أنفقت مليارات الدولارات على هذا المجال، ويعني في مجال تطوير الصواريخ والنووي وغيرها، ويعني ينبغي على هذه الدولة الإيرانية أن تنفق هذه الصواريخ، عفوا تنفق هذه المليارات على المواطنين الذين يعني الذين 70% من الموظفين والعمال يعيشون تحت خط الفقر، وهناك يعني اكثر من 50% من الايرانيين لا يستطيعون يعني حتى شراء ابسط الامور. اليوم تقرير خرج انه اكثر من 50 مليون ايراني لا يستطيعون شراء يعني رز، كيلو رز ايراني. لذلك يعني هناك ملايين من الفقراء والمجاعه، وايضا يعيش ايران تحت يعني الفقر والعزله، يعني كلها بسبب هذه السياسات وانفاق ايران على الصواريخ الفاشله حقيقه، والتي لم يستطع لحد الان تقديم شيء مقبول. ثم انه الدول يعني ما في دوله تتعامل مع ايران، ليس على المستوى التجاري ولا على الاقتصادي. العقوبات الامريكيه يعني جاءت يعني اثمرت بشكل كبير، ويعني حتى الصين من اهم دوله واكبر دوله تشتري النفط من ايران، تراجع شراء النفط من ايران نحو 90%، وحتى التبادل التجاري. فكيف على الدول الاخرى؟ ايران اليوم اصبحت من تصدير النفط يعني من مليونين ونصف برميل يوميا الى ما يقارب المئة فقط، 100 يعني 100,000 برميل يوميا. بهذا المستوى سقطت يعني ايران. طيب. وبيع النفط، وايران تعاني من ميزانيه، تعاني من شحه في الميزانيه وايضا التبادل التجاري. حتى وان استطاعت ايران مثلا في هذا المجال يعني شراء او بيع سلاح، ليس هناك دوله تستطيع تتعامل معها يعني تجاريا. طيب. عفوا ماليا. ايران وامريكا فرضت العقوبات على يعني البنوك الإيرانية، ولا تستطيع إيران تحول أو تستلم أموال بسبب العقوبات الأمريكية. وهذا كله يعني الحديث في هذا المجال هو الاستهلاك الداخلي، وأيضا جميل. الدعاية السياسية ليس إلا وإيران يعني منهارة اقتصاديا وأيضا معزولة سياسيا في العالم وفي المنطقة بالتحديد. بالإشارة للأوضاع الاقتصادية سيد أحمد، على وقع العقوبات الأمريكية الاقتصادية الغير مسبوقة على طهران، وعلى وقع كذلك تردي الأوضاع الاقتصادية في الداخل وانهيار العملة وإلى آخره من الأوضاع المتردية، هل بتصورك في هذه المرحلة تكون الأولوية الذهاب والمضي لتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية الداخلية، أو الذهاب لابتياع بعض الأسلحة من الخارج، أم أنه ترى بأنه الأولى ربما المضي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أوضاع معيشية داخلية؟ عفوا لم اسمع الجزء الثاني من سؤالك، ممكن ان تعيد؟ هل الاولويه للشق العسكري سواء التطوير الداخلي او الابتياع الخارجي، ام ترى بان الاولويه تكون للتعاطي مع الواقع الاقتصادي المتفاقم؟ طبعا الاثنان معا. يعني انت عندما تمول المنظومه الدفاعيه والقدرات الدفاعية، أنت يعني المصروف هو ليس على الدولة، المصروف على الشعب وعلى إيران بشكل عام. يعني الدفاع عن إيران، الدفاع عن شعبها أيضا. كذلك اقتصاديا الضغط الذي يعني تركزه الولايات المتحدة على المجتمع الإيراني بغية انتفاضته ضد النظام، حتى الآن لم ينتج ما أرادته الولايات المتحدة. لذلك اليوم تمضي قدما في معاقبة مثلا شخص، معاقبة بنوك تكاد لا تقوم بأي يعني تعاطي مع أي بنك خارجي سوى في إدخال بعضا من الأدوية
أي أنه بنك العقوبات الأمريكية والأهداف للعقوبات الأمريكية انتهى، وبالتالي عندما تصل العقوبات إلى ذروتها تتساقط تلقائيا. وهذه أطروحة ليست إيرانية، الرئيس أوباما كان يقول لمن ينتقده في التعاطي مع إيران أنه هناك ذروة، إن تعدينا هذه الذروة لن تنتج العقوبات أي فرجة مع إيران، لذلك هو ذهب للحوار مع إيران. الرئيس ترامب ذهب لتلك الذروة، وأعتقد أننا في مرحلة بعد هذه الذروة. الاتفاق الإيراني الروسي والاتفاق الإيراني الصيني مثال لهذه هذا الواقع. عزل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، بقت هي وجمهورية الدومينيكان على أرضها وحيدة ضد إيران، ذلك جزء من هذا الواقع، أن العالم لا يقبل بالأطروحات الأمريكية. الآن قد يأتي أحد ويقول أن الظروف المعيشية في إيران صعبة والاقتصاد في حالة متردية وغير ذلك، والكل يعلم ذلك. السبب في ذلك أن الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاق دولي، وذلك وتلك أطروحة لا يختلف فيها إيرانيان ولا حتى غير إيرانيان، حتى الأمريكيون يعترفون بذلك. وبالتالي يعني أن نقول بأن الوضع إلى فشل، الاقتصاد الإيراني لم ينهار رغم كل الضغط، لو وجه ثلث أو ربع أو حتى عشر هذا الضغط على أي دولة أخرى ربما في منطقتنا لانهار اقتصادها، لكن هناك صناعات داخلية وهناك اقتصاد محلي يقوم المقاومة الإيرانية أمام المحاولات الأمريكية لثنيها عن طبعا استقلالها وإبعادها عن استقلالها بالمضي قدما خلف ما تريده الولايات المتحدة. الإيرانيون رفضوا ذلك، وأعتقد أن المستقبل أيضا سيثبت أن الإيرانيون سيرفضون. يعني الإدارة الآتية في إيران الاحتمالات الكبرى تقول أنها ستكون أكثر محافظة وأكثر عداء للولايات المتحدة، أي أننا إذا جولات مواجهة قادمة، لو كان الاقتصاد في حالة ترد كامل كما يصفه البعض كما قال ضيفكم مثلا، لما أساسا طرحت هكذا إمكانية، لكن الجزء الأكبر من ساسة إيران يقولون بضرورة المقاومة. معنى ذلك أن هناك قدرات يمكن أن يبنى عليها للمقاومة، والمقاومة تأتي بقدرات أكبر مستقلة عن الضغط الأمريكي بالتالي. وهذا ما تعول عليه القيادة الإيرانية عندما تقول أن العقوبات نعمة يجب أن نمنعها من أن تتبدل إلى نقمة ضد الاقتصاد الإيراني، وهو ما عملت عليه إدارة الرئيس روحاني. طيب سيد حسن، بتعليق، هل وصلت العقوبات إلى أقصاها فعلا؟ أبدا لم تصل إلى يعني أقصاها، والمرحلة الثانية من الإدارة الأمريكية إذا فاز ترامب سنرى يعني أقصاها، ولا تحتاج أصلا أمريكا تصل بالعقوبات إلى أقصاها. لحد الآن يعني فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 50 إلى 60% من ما يمكن يعني فرض عقوبات على طهران. الآن يعني العقوبات وصلت إلى ثمارها، وصلت إلى نتائجها. إيران تعول على الانتخابات الأمريكية والوصول الحزب الديمقراطي إلى الحكم، وربما تتغير السياسة، لكن أنا أعتقد أن إيران لا تستطيع الصمود والمقاومة للعقوبات الأمريكية. ويعني أمام طهران خياران لا أكثر، يعني بعد الانتخابات الأمريكية أما سينهار اقتصادها بالكامل وسنشهد انهيار سياسي وليس اقتصادي، أما ستركع للشروط الأمريكية وستقبل بالشروط الأمريكية، وبالتالي تدخل مفاوضات بشكل علنية. لأنه الآن أنه يعني معظم الشركات الإيرانية مفلسة، هناك احتجاجات واسعة للعمال وللموظفين، وإيران لا تستطيع أن تعطى أو صرف الرواتب حتى على الشركات ثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، يعني العمال بدون رواتب والاحتجاجات واسعة جدا. العملة فقدت 80% من قيمتها منذ العقوبات الأمريكية حتى الآن، وهذا دلائل يعني على فشل الاقتصاد الإيراني وأيضا عدم قدرته على مقاومة العقوبات الأمريكية. معلش عذرنا، وقت هذا الملف انتهى تماما. من لندن عبر سكايب السيد حسن راضي الخبير في الشؤون الإيرانية، من طهران السيد أحمديان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.